لسه بقى مكملين اخبارنا ونروح للمنتخب السعودي اللي اكيد امبارح فرحنا كلنا بالفوز التاريخي اللي حققه على حساب المنتخب الارجنتيني بنتيجه 2-1 في مباراه نقدر نقول ان هي اسعدت كل الشعوب العربيه، عملت لينا كده حاله من السعاده والفخر اكيد بالمنتخب السعودي. طبعا مباراه السعوديه والارجنتين امبارح شهدت اصابه قويه جدا لنجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني اللي طبعا اتعرض لصدام قوي جدا في منطقه الراس وتم نقلوا لمدينة حمد الطبية لعمل بعض الفحوصات الطبية. وعايز أقول لكم إن كده كتبوا على الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر إن الشهراني حالته مستقرة وإن هو كمان أجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة وهيكون تحت الملاحظة في الساعات القادمة. كمان هو طمن كل المشجعين كده بإن هو نزل فيديو طمن فيه المشجعين بتوعه من المستشفى وقال فيه حبيت أطمنكم إن أموري جيدة ودعواتكم ليا، وده كمان جمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز. تعالوا بقى نروح نشوف الفيديو اللي هو طمن بيه الجمهور السعودي على حالته الصحيه.